يعني انا حتى صورت الفيديو دوت بس مخصوص لان ناس كتير بعتت لي رسائل كتير جدا جدا تسالني صحتك عامله ايه، انت كويسه، طمنيني عليكي، انت عامله ايه، طمنيني عليكي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا الفيديو اللي فات. في الحقيقه الفيديو دوت انا بصوره بسرعه جدا لان انا حاليا في الشغل ولكن في وقت الريست، ولكن حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو دوت بناء على التعليقات الكتير اللي جاتني عن صحتي وعن حالتي، فحبيت ان انا اطمنكم، وحبيت ان الفيديو يكون قصير وخفيف عليكم، يعني ما يكونش حاجه طويله، وفي نفس الوقت ان انا اطمنكم عليا. فانا الحمد لله كويسه وبخير. اخر فيديو نزل عندي على القناه ده متصور من كام شهر، ولكن بسبب حالتي النفسيه وحالتي الجسديه واهتمامي بالبنات وظروفي وحياتي وشغلي فبتاخر في المونتاج. فالفيديو دوت اتصور حوالي من 3 او 4 او 5 شهور تقريبا، وانا كنت بنزل باستمرار حالتي الصحيه على الانستجرام وعلى الفيسبوك، فلو انتم متابعيني هناك هتتابعوا معايا باستمرار انا عامله ازاي وحالتي النفسيه ازاي وحالتي الصحيه ازاي. احنا هناك في الانستجرام والفيسبوك بنكون عيله كبيره جدا، بنشارك وبنهزر وبنضحك مع بعض، لكن اليوتيوب بصراحه يعتبر هوايه بالنسبه لي، فبتاخر في رفع الفيديوهات وكده. فعشان كده بس انا حبيت ان اصور الفيديو ده بسرعه. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله صحيا حاليا كويسه جدا، باخد ادويتي، ماشي على نظام غذائي، بخس، برجع لحالتي الصحية قبل الولادة، بهتم بالبنات، رجعت شغلي، حاجات كتير 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 حصلت في حياتي. فعشان كده عشان كده انا بتأخر دايما في الفيديوهات بصراحة. الأولوية عندي دايما في حياتي لبناتي وبيتي وشغلي، وبعد كده اليوتيوب والحاجات دي او السوشيال ميديا هي مجرد هواية، يعني مش مصدر رزق ولا دخل ولا حاجة مهمة بالنسبة لي، ولكن انا بحب اشارك معاكم بس الحاجات الجميلة والحاجات اللطيفة عشان انتوا تستحقوا دوت، وعلشان انتوا حبايبي واخواتي واصحابي وبجد عيلتي التانية اللي انا بحبها جدا جدا جدا. في ناس كتير هتسال طب انت ليه نزلتي الفيديو ده دلوقتي، طب انت ليه ما طمنتيناش عليكي اول باول، زي ما قلت كنا انا مشغوله جدا جدا. وفي الحقيقه انا قعدت افكر كتير جدا 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 قبل ما انزل الفيديو ده، هل انزله ولا هل ما انزلوش، هل يعني مهم. بس انا شفت ان الفيديو دوت في تعليقات كتير كانت جات سلبيه عليه، يعني في تعليقات كتير سلبيه مش لطيفه عليه، وفي ناس كتير دخلت قالت كلام مش لطيف بصراحه، ولكن الحمد لله الفيديو دوت انا شاركته معاكم زي ما بشارك معاكم كل حاجه، سواء كانت ايجابيه او سلبيه، يمكن تجربتي تفيد شخص تاني او تكون دافع او شيء ايجابي في حياه شخص تاني. فعشان كده انا حابه ان انا اشارك كل شيء بشكل عام في حياتي. بالنسبه لي اليوتيوب دوت عامل زي البوم الصور، او يعني البوم فيه ذكرياتي، حابه ان انا اشوفه بعد كده في المستقبل ان شاء الله، وبناتي تشوفه بعد كده في المستقبل ان شاء الله. فانا الحمد لله كويسه جدا جدا، باخد ادويتي، باخد كل حاجه دلوقتي صحيه، برجع لصحتي بشكل تدريجي الحمد لله. حاليا عملت الفحص الاولاني اللي اثبت ان انا عندي الورم، لكن الحمد لله يعني الموضوع يتعالج بالادويه، لسه ما فيش عمليه، ومنتظره كمان 6 شهور علشان يعملوا فحص جديد. في فراشه طارت كده، انا فكرتها صرصار اتخضيت. المهم ان هم يعني هيعملوا الفحص الجاي ان شاء الله عشان يطمنوا على شكل الغده، وفي نفس الوقت هل الورم زاد، هل الورم خف، هل الدواء مناسب، هل الدواء مش مناسب، يعني حاجات كتير جدا جدا. فالحمد لله ربنا ما بيبعتش لنا دايما حاجه الا وهو واثق في العبد ان هو قادر يتحمل الشيء دوت، وربنا ما بيبعتش لنا حاجه وحشه ابدا. فاللي عايزه اقوله لكم شكرا بجد على دعمكم، شكرا على كل الدعوات الجميله اللي جات لي، شكرا على مشاعركم الطيبه، شكرا على دفئكم وحبكم ليا. انا ما كنتش اعرف ان الفيديو دوت هيبين لي ناس كتير 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 بتحبني ازاي، وبين لي ناس كتير 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 بتعزني ازاي، وبين لي ناس يعني مش عارفه بجد اشكركم ازاي. بجد كان كل التعليقات الجميله اللي زيكم ادتني دفعه ايجابيه اكتر، فالحمد لله. عايزه اقول حاجه مهمه بس في نهايه الفيديو، انا بنزل الفيديوهات متاخر، فممكن تلاقوا فيديوهات في الصيف نازله في الشتاء، او فيديوهات في الشتاء نازله في الصيف، يعني العكس او مش عارفه يعني وات ايفر، يعني هتلاقوا الفيديوهات مثلا متاخره شويه ومتاخره كتير، مش شويه كتير، لان انا حاليا رجعت شغلي وبدات ان انا ارجع لنظام حياتي قبل الامومه، وحاليا دلوقتي بوفق بين شغلي وبيتي وحياتي وكاريري، ومشغوله جدا 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 الفتره اللي جايه. فعشان كده عشان كده بليز ارجوكم
انا بحب اشارك معاكم الحاجات الحلوه، وبحب اشارك معاكم الذكريات والحاجات الجميله اللي زيكم، وبحب ان تكون قناتي الدفعه قويه وايجابيه ليكم، وحابه ان انا اشارك معاكم كل حاجه انا بعملها بطريقه لطيفه وبطريقه ايجابيه، ممكن تكون في المستقبل شيء جيد لاشخاص اخرين او تجربتي تكون مفيده لناس تانية. فاتمنى ان الفيديوهات اللي جايه ما تكونش تقيله عليكم، ولو هون يعني قديمه شويه يا ريت تشوفوها بطريقه لطيفه، يعني اللي هو كالبوم ذكريات زي ما قلت لكم، لان في بعض الاشخاص بتكتب لي انت ليه بتنزلي فيديوهات متاخر، انت ليه بتنزلي فيديوهات قديمه، احنا عايزين الجديد. انا ماشيه بنظام الذكريات، فانا ماشيه بذكريات كده تك 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 تك، فحابه ان انا افضل بالنظام دوت. زي ما قلت لكم قبل كده وقلت اكتر من مره ان اليوتيوب مجرد هوايه ليا، مش حاجه اللي هو لازم انزل علشان المشاهدات ترتفع، لازم ادخل ترند، لازم مش عارفه ايه اطلاقا خالص جدا. انا بنزل في الوقت اللي انا شايفاه مناسب، يعني انا حتى صورت الفيديو دوت بس مخصوص لان ناس كتير بعتت لي رسائل كتير جدا جدا تسالني صحتك عامله ايه، انت كويسه، طمنينا عليكي، انت عامله ايه، طمنينا عليكي. فانا حتى بصور بسرعه جدا جدا قبل ميعاد الغداء يخلص علشان اطمنكم، وفعلا ما كنتش لاقيه وقت ان انا اصور، فمسادات ان انا الاقي وقت الغداء دوت ان انا اقدر اصور لكم فيه. وحتى الكاميرا بتاعتي كانت مكسوره فرحت اصلحها فوديتها للتصليح وكده، اخذت حوالي اسبوعين. فعشان كده لما جيت اصور بالموبايل اول مره عشان الدوشه والشارع ما كنتوش هتسمعوا اي صوت، فما صدقت ان الكاميرا جت الحمد لله عشان اصور لكم وعشان يبقى الصوت واضح. فبجد بجد شكرا لكم جدا على دعمكم. ولو انتوا عايزين تتابعوني باستمرار او تتابعوني لايف، انا ببقى موجوده دايما على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، يعني مش على التيك توك او ايه يعني شويه بسيطه، اكتر حاجه هو الانستجرام والفيسبوك ببقى موجوده عليه بشكل لايف، بنزل كل يوم استوريهات، بنزل بوستات، بنهزر بنضحك مع بعض. فلو انتوا حابين تتابعوني لايف او لو انتوا يعني حابين تشرفوني في الاكونت ده يبقى شرف ليا وحاجه جميله جدا، وانا بحبكم قوي 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 قوي. وشكرا شكرا 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 على كل الكلام الجميل، وشكرا شكرا 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 على كل الكلام السلبي من بعض الاشخاص، مش كلهم، ولكن كل اناء ينضج بما فيه، او كل اناء ينضح بما فيه، انا مش متاكده من الجمله. انا بتكلم بسرعه جدا عشان خلاص مش فاضل غير 10 دقائق على ميعاد الغداء على ما الحق اروح ارجع المكتب. فبس حبيت ان انا اشكركم والفيديو دوت يكون يطمنكم عليا، وان شاء الله الفتره الجايه هتنزل فيديوهات شويه ممكن تكون قديمه يا رب تعجبكم. وما تنسوش تعليق حلو وسبسكرايب لايك وشير، وشكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين، بحبكم قوي وربنا يحفظكم ويديم عليكم الصحه والخير والسعاده. وانيانج.